صافي البدايه. التمرين الاولاني، التمرين الاولاني قال لك اسيدي الانستون تاعي كان زيرو، في اللحظه تي تساوي صفر غادي نديرو ان ميلونج ديال دو سوليسيون. لا سوليسيون ديال الماء اوكسجين، لو اوكسجين عندو لا كونسونطراسيون ديالو سي ام، عندو لو فوليوم ديالو في ام، مزيان مع واحد لا سوليسيون اخرى ديال كا بلس اي موان. كا بلس اي موان هي يدور البوتاسيوم، لا كونسونطراسيون ديالو سي دو، لو فوليوم في دو. خلطنا معاهم، زدنا معاهم شي شويه ديال لاسيد سلفيريك، يعني بغينا نديرو اون رياكسيون شيميك. هاد لا رياكسيون معروفة في الكور عندكم، هي لا رياكسيون أنتر لو أوكسيجيني إي يودور البوتاسيوم، مزيان. هاد الشي اللي خلطنا هنا، قاليك أسيدي بأن على ضد تي إيكال أكوا، على ضد تي إيكال أ، زيرو. تيجيو تيعطوني لي كوبل اللي داخلين في التفاعل هذا. تنشوف أنا في لي كوبل، تنشوف بأن عطاوني H2، بيان سور لي كوبل ما تنحفظوهمش، كاين H2O2 افيك كوا؟ افيك H2O، وعطاوني الكوبل الثاني اللي هو إيدو ماذا؟ إيموا. هاد لي كوبل هادو ملي تنوقف عليهم، خاصنا نفهمو واحد الحاجة، دائما في ان كوبل يعني مزدوجة بالعربية، هذاك اللي تيكون في اليسار تيتسمى لوكسيد، تيتسمى لوكسيدون بالعربية مؤكسيد. أما اللي تيكون في اليمن تيتسمى المختزيل لو ريدكتور، تيتسمى المختزيل لو ريدكتور، لوكسيدون ريدكتور. يونس كادي خويا ما طلعتي ليش باش ناكسبتيك، ما كاين سميت ما طلعاش. قلنا بان اللي تيكون في اليسار سميتو المؤكسيد اوكسيدون، واللي تيكون في اليمن سميتو لو ريدكتور المختزل. إذا شكون هو H2O2؟ أوكسيدون. شكون هو H2O؟ ريدكتور. شكون إي2؟ لوكسيدون. شكون إي موان؟ ريدكتور. تال هنا الأمور هانية. Première question. Quel y a-t-il l'équation de la réaction? Ma première question, s'il vous plaît, sur elle ou l'anique. Ouahed, ouahed, vous avez l'équation de la réaction. Quand la combina la matière rarement, j'ai dit maintes fois, il a brûlé le petit réaction chimique. Alors, il a ma d'autres les réactifs et les produits. Alors, il a dit donc les réactifs, les réactifs ou mélodies. ثم غادي نمشيو لماذا؟ لي برودوي، لي رياكتيف اي لي برودوي. شكون هما لي رياكتيف؟ هما اللي تنخلطو لي رياكتيف، هما لي رياكتيف هما اللي تيتخلطو، هما اللي تيتخلطو. نورمالمون H2O2 سي تان رياكتيف، نورمالمون H2O2 سي تان رياكتيف، و K plus c'est un réactif و I moins c'est un réactif. مع الأصل أن داك الشيء اللي خلطتي في الأول هادوك سميتهم كلهم لي رياكتيف. إذا سين شوية كلهم سميتهم لي رياكتيف، ولكن راه ممكن يكون شي واحد في هادو اللي خلطتي ما تيتفاعلش. سي سكون نابي لي سبيكتاتور، حنا باش نعرفوهم لي كوبل. هنا كاين H2O2
عاطيه لنا في الكوبل سي تان رياكتيف ها H2O2 كاين في الكوبل دونك سي تان رياكتيف طيب اي موان كاين في الكوبل سي تان رياكتيف K بلس ما كاينش في الكوبل ما غيدخلش في التفاعل ما تدخلوش باسكو K بلس ما كاينش في الكوبل هنا واحد قال لي يا استاذ اي موان ما تكتبوش رياكتيف قلتي علاش قال لي لحقاش ما كاينش فليصه واش عباد الله غندب ولا غنجهل الله يرد في قريه دابا بالنسبه لك انت باش يكون يتفاعل خصو يكون فليصه واش انت مريض واش انت مريض شكون اللي قال الهضره هذه اخويا يكون فليصه يكون في اليمن هذاك الشغل انا المهم هادو صافي راه المسمار طرقتو شكون هما لي برودوي لي برودوي ماشي غادي نجي انا نحطو من راسي لي برودوي تيكونوا في لي كوبل شكون اللي كاين مع اش دو او دو اللي كاين مع اش دو او دو هو اش دو زون اذا هذا غادي يعطينا ماذا اش دو زون ها شكون اللي كاين يونس سين شكون اللي كاين مع اي موا في الكوبل كاينه اي دو اي دو كاينه هي هي هادي هادو لي رياكتيف اي لي برودوي يونس خذ الكلمه تفضل يونس هزي صافي لا بديت دير معليش الوغ انا عطيت دابا لي رياكتيف وعطيت ماذا لي برودوي ما يمكنش نكتب لي كواسيون دو لا رياكسيون الا ما كتبناش لي دومي زي كواسيون لي دومي الانصاف اذا العمليه الاولانيه خصنا نجيو نديرو الانصاف الانصاف تنديرو دو فلاش جوج كاين جوج خصني ندير هنا دو زيد دو دومي زيكواسيون دابا المشكل فين كاين شكون في هادو اللي غيتكتبو في اليسار شكون هما اللي غيتكتبو في اليمين انا انا كاين اللي غادي يجي يقول لي استاذ بحال بحال ما كاينش بحال بحال هادي سيتي اون رياكسيون شيميك مرضي عليكم لا رياكسيون شيميك دائما في لاغوش تنكتبوا المتفاعلات اون فرونسي لي رياكتيف دائما في اليمن تنكتبوا النواتج بالفرنسيه لي برودوي اللي تيقول لي بحال بحال تنقول ليه راك مريض عادي حتى انا ممكن نكون مريض ونعاج راسي الدنيا العيب هو نبقى مريض ديما دونك لي رياكتيف في اليسار لي برودوي في اليمن اجي اخويا صعيبه H2O2 سي تان رياكتيف خصو يتحط هنا H2O2 برودوي ديالو هو H2O خصو يكون هنا ها هو سيتي شكون هو لو رياكتيف الثاني اي موان خصو يكون هنا شكون البرودوي ديالو برودوي ديالو هو اي دو خصو يكون هنا اذا اول حاجه كما قلنا ان لي رياكتيف خصهم يكونوا في اليسار لي برودوي خصهم يكونوا في ليم نحيد هادشي دابا الموازنه ديال لي كواسنا ايكيليبري لا رياكسيون راه من رياكسيون شيميك تان ايكيليبر تان ايكيليبروها بجوج د الحوايج لي زاتوم هما الاولين لي زاتوم هما الاولين اجو بعدا نقادو لي زاتوم عندي دو زاتوم ديال الهيدروجين دو زاتوم ديال الهيدروجين الهيدروجين ما عندي فيه مشكل عندي دو زاتوم دوكسيجين هنا كاين واحد جو سوي اوبليجي انني غادي نمشي ونضرب هذه في ماذا فوا دو باش نقاد لوكسيجينات اون فوا قادت لوكسيجينات طلع ليا مشكل في الهيدروجينات ولاو عندي اربعه هنا يلا جوج خصني نزيد جوج ملي تنبغيو نزيدو جوج كاين اللي غادي يجي يقول لي استاذ غادي نديرو دوزاج راه ماشي فوضى هادي تمشي تزيد داكشي اللي قالك راسك راه اون ايكواسيون شيميك تنزيدو داكشي اللي كاين في ليبوني لحق وزيد اش ما يمكنش اسمح لي ما غاديش نزيد اش شكون اللي غادي يزيد اش يدير هذا لاسيد سلفيريك بغا يقول لك بان لو ميليو الي اسيد ولينا كان لو ميليو اسيد معنا كوا لا بريزونس ديال اش بلس تي هما اللي غادي نزيد دوز اش بلس ملي غنقول لك منين جبتيهم ماشي غتقول لي راه غادي نزيدهم كوك
غتقولوا سيت التملاح قاش في البوني كاين اميليو اسيد وتنجحوا نزيدهم هاد المعادله طبقه ثالثه بلي زاتوم هاك سمحوا لي نحيد هنا نزيد هذه دابا بغينا نزيدوا الالكترونات اللي كان يكون في الجمعيه جوج طرق جوج الطريقه الاولانيه الالكترونات كيكون واحد الاوكسيدون الاوكسيدون لان التعريف ديالو الاوكسيدون هو اللي تيكابتي لي زيليكترون بالعربيه المؤكسيد هو كل نوع قابل للاكتساب يعني انت غتمشي غادي تقلب شكون هو الاوكسيدون دير حضر لي زيليكترون شكون هو الاوكسيدون H2O2 اذا غادي نجيو لهاد الجي اللي فيها H2O2 غادي نزيدو لي زيليكترون هكا تيبقى الاشكال هو شحال من الالكترون خاصك تحسب مزيان هنا خاصك دير ليكيليبر في لي شارج اعطوني في لي برودوي تنشوفوا لي برودوي شحال لا شارج ديالهم زيرو ما كاين حتى شارج الا كانت هنا زيرو ضروري حتى هنا تكون لا شارج ايكال زيرو الا بغيتي هاد لا شارج زيرو خاصك الا جمعتي هاد لا شارج وزدتي عليها هادي وزدتي عليها هادي تعطيني زيرو هي استاذ هاد H2O2 شحال لا شارج ديالو هو زيرو سمحوا لي تسحبوا الستة عطيوني لا شارج ديال 2 H بلس عندك تقول لي هي زائد واحد H بلس عنده واحد ولكن راه عندكم ماذا جوج الايونات الفو ملتيبلي بار دو يعني لا شارج هنا هي بلس دو هنا ما عرفتش انا نسميها اكس ولكن هذا الشيء يكون خصها يعطيني زيرو دابا انت على عندك بلس دو واخا تكون ما قاريش كاينه بلس دو الا بغيتي تولي زيرو خاصك دير هنا موان دو وهاد المعادله وزن الطريقه الثانيه وقلت لكم في الجمعيه الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه الا ما كنتيش عارف لوكسيدا اش تدير تتمشي ملي توازنوا لي زاتوم تتشوفوا شحال الشحنه هنايا هاد الشحنه ما كاين حتى حاجه فيها زيرو لا بارتي اللي بقات هنا جمع هادشي ما تنديروه حتى نوازنوا لي زاتوم خويا الشحنه هنا زيرو هنا كاينه بلس دو جمع كلشي عطات بلس دو هاد العمليه خصك ديرها تتجي تقول فين غنحطو لي زيليكترون تنحطوهم حدا الرقم الكبير ماشي حدا بلس انا تنقول الرقم كبير اون فوا درتي اون فوا جيتي ياك ودرتي هنا لاشارج بلس دو ودرتي هنا زيرو تتقول شكون اللي كبير واش دو ولا زيرو بيان سور دو اللي كبير تتمشيو لحدا لاشارج الكبيرة تتحط تما فين غيكونوا الإلكترونات تيبقى العدد العدد هي دائما لا ديفيرونس عندما أقول لا ديفيرونس معنى الفرق الفرق ديالاش ديال هذا العدد الكبير تتحطو هنا ناقص صغير تحطو هنا إلا درتو دو موان زيرو هي المعادلة مصيبة كنظن ما كاين حتى مشكل المعادلة الثانية المعادلة الثانية قلنا بأن كاين إم وان غتعطينا ماذا تي دو دو زاتوم دو إي دونك غادي ندير دو غادي نجيو دابا للزيليكترون نفس الطريقة الشحنة هنا شحال أستاذ موان دو الشحنة هنا شحال زيرو ما بغيتش نمشي نقول لكم غادي نزيدهم حدا الأوكسيدا بغيتي ديرها ما عندي حتى مشكل شكون هو الاوكسيدون الاوكسيدون هو ماذا هو اي دو يعني غادي يجيو هنا انا بغيت ندربك على القضيه ديال الشحنه الكبيره شكون اللي كبر واش زيرو ولا موان دو زيرو هو الكبير اذا حدا زيرو غادي يكونوا الالكترونات شكون هو العدد قلنا قبيله تنديروا لا ديفيرونس ديال لا شارج الكبيره ناقص لا شارج الصغيره اذا درتي زيرو موان دو غتعطيني دو إذا غادي نجي هنا غادي نحط دوز إلكترون المعادلة صعيبة اللي عنده مشكل في هذا الشيء ديال ليكواسيون راه عندي فيديو في اليوتيوب خاص غير بالمعادلات من بعد يتواصل معايا في الواتساب نعطيه فيديو فيه غير إيكيليبري 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 غير ساعد المكانة ولكن راه إيكيليبري خاصة غير بليزيكواسيون أبري ندوزو ليكم خويا هادو هما أنصاف المعادلات لدوزيكواسيون بغينا دابا ليكواسيون بينا اش هي ليكواسيون بينا تنجمعو هادشي كامل عندك تقول لي دو فلاش بلس دو فلاش تساوي كاتر فلاش راه نخرج لك التليفون فلاش وحده تنجمعوهم ولكن لي زيليكترون
ما تكتبوش لي تقصار لان كاين ان ايشونج هنا بديت لكم في التمرين ساهل فوز ابي لا شونس اي درتني شويه عندكم دو زيلكترون كون كانت هنا ثلاثه وهنا كاينه جوج خاص مولات ثلاثه تضرب كل في جوج غتجي هنا جوج هذه غتولي اربعه هنا غتجي سته هنا غتجي اربعه كل شيء ضرب جوج باش يبانوا لي انا سته الثانيه غتضرب كل شيء في ثلاثه علاش باش يبانوا لي سته منين نشوف لي زيلكترون العدد اللي هنا تقاد لي مع العدد اللي هنا تقادو هذيك الساعه تنوض وتنجمعهم ملي غنجمع اش غتعطيني غتعطيني المعادله هذه غتعطيني اش 2 او 2 ها هي بلس كوا 2 اي موان ها هي بلس جوج ديال اي موان ها هي سيدي بلس كوا جوج ديال لي اش بلس ها هي دو فلاش افيك فلاش تعطينا فلاش قلنا وحده اش غتعطينا هي في الاخر غتعطينا اي دو ها هو بلس كوا دو اش دوزون ها هي ليكواسيون ومن الاحسن نبقاو نكتبوا ليطا فيزيك ليطا فيزيك لو اوكسيجينيسيت ليكيد الايونات ديما تنديرو اكو الايون تنديرو اكو هذا اي دو خاصكم تعرفوا لان درتو في الكور اي دو سي تان غاز سميتو غاز ديال اليوت بالعربية سميتو غاز ثنائي اليوت انت الى سمعتي غاز غتمشي دير هنا الجي وغادي نقبلها منك معدول سمعتي غاز ولكن اتونسيون راه كاين غازات تيدوبو في الماء وكاين غازات ما تيدوبوش في الماء هاد الغاز هذا الى تحت في الامتحان غادي يقول لك تيدوب في الماء ماشي انت تتعرف وتتعلم الغايب ولا غتكون درتي في القسم ربما الى ما درتيش تيقولوا في التمارين الى قالوا لي الصوليب دورلو الى قالوا لي الى الصوليب دورلو الى قالوا لي الصوليب دورلو ما ديرش غاز غادي يولي سيتان ليكيد قالوا لي بان il n'est pas soluble dans l'eau غنخليه غاز هذا ماشي غاز لانك في التمرين تقول لكم تيدوب في الماء ما كاين مشكل شكون اش دوزو سي تي ليكيد خويا هي المعادله ما فيها حتى مشكل السؤال الثاني peut on suivre cette réaction واش نقدروا نتبعوا هذا التفاعل هذا بلا ميزور ديال ماذا ديال لا بريسيون لا ميزور ديال الفوليوم la conductivité et la conductance. سمعوا مزيان الى بغينا نديروا التفاعل ندرسوه بالاولانيه شكون هي لا بريسيون لا بريسيون خاصه بلي غاز ما كاين حتى شي غاز هنا ما كاينش غاز والو دونك تقولوا لا بريسيون دان غاز اذا ما يمكنش ثانيا لو فوليوم حتى لو فوليوم خاص بلي غاز ما يمكنش ما كاينش تما غاز لا كوندكتيفيتي اي لا كوندكتونس في السنوات اللي فات خاصه بالزيون الايونات نشوف واش كاينين ايونات بيان سور كاينين ها وعطى الله جوج ها واخا يكون غير واحد انا غير يبان لي ايون نقول ليه وي اذا هذه ممكن نديرو لا كوندكتونس ممكن نديرو لا كوندكتيفيتي لا بريسيون فوليم الله يدير تفضل هز يدك يدير تفضل بغيت تهضر تفضل عبد واحد صد في هذه الحاله ديال لا كونديكتونس كندخلوا حتى كا بلس واخا ما تفاعلش تري بيان برافو برافو الدراري سمحوا لي هنا 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 التمرين صح السؤال هذا ما تيطرقش لي ديطاي شكون اللي غيدخل واش غادي ندخلوا في لا كونديكتونس حتى كا بلس ولا لا هذا السؤال ماشي وقته هنا ليه لان دابا انا غير بغيت نشقي الفكره ليه اما لي ديطاي عبد واحد تبارك الله عليك في لي ديطاي غادي ندخلو نشوفو واش غنزيدو خصنا نديرو هذا ونديرو هذا ونديرو حتى اللي ما تفاهمش هذا خليه حتى لوقتو حتى لوقتو تبارك الله عليك راك حاضي معايا برافو السؤال جوج دريسي لو طابلو ماذا دافونسومون دو لا رياكسيون اجي عندي هنا اش دو او دو غادي ندير لاكاز ديالها هنا عندنا اي موان غندير لاكاز ديالها عندي اش بلس غندير لاكاز ديالها تنقسموا لي رياكتيف مع لي برودوي تنفرقوهم
كاينه ايدو لاكاز ديالو هذه لاكاز ديالو دائما الرياكسيون كيميك عندها 3 ايطاب كاين لا ليطا انيسيال ليطا انيسيال هو تي ايغال ا 0 ليطا انيسيال معنى التفاعل مازال ما بداش وحده كاين او كور دو لا رياكسيون هي تي بوزيتيف معنى التفاعل بدا يخدم اشنو بدا يخدم بداو لي رياكتيف تيتفاعلوا وكاينو لي دات هي تي فينال ولا تي ماكس اللي بغيتو معنى سي لا فان دو لا رياكسيون خصنا نزيدو لافونسومون شكون هو لافونسومون لافونسومون هو اكس في ليطا انيسيال في ليطا انيسيال لافونسومون تيكون زيرو او كور دو لا رياكسيون تيكون اكس في ليطا فينال راه درت عليكم في الفيديو في الكور وكلشي الا كانت لا رياكسيون طوطال كيما مكتوبه في التمرين راه التمرين اللي قريتو فيه لا رياكسيون الي طوطال رياكسيون طوطال كنديرو هنا اكس ماكس اما الى كانت رياكسيون ليميتي تنديرو اكس فينال اشنو هي رياكسيون طوطال باش تفهموها رياكسيون طوطال ملي غادي يسالي التفاعل اما هذا ليميتون اشنو ليميتون غيتفاعل كامل بالعربيه متفاعل محيط ولا غيتفاعل هذا ما غيبقاش معنى جوج هما ليميتون ولا غير واحد ممكن يتفاعل هذا كامل يعني في الاخر ما يبقاش ممكن يتفاعل هذا كامل ما يبقاش ممكن يتفاعل غير واحد وممكن بجوج هما يتفاعلوا كاملين ما شتا شي واحد هذا هو ليميتون بوستاف واضح خصنا نعمر هذا الشيء اش تيديروا الناس هنا تيديروا كونتيتي الماتيير انيسيال ديال لو اوكسيجين هنا تيديروا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال اي موان كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال اش بلس ديما كونتيتي دو ماتيير هادو سون لي برودوي ليطا انيسيال التفاعل ما بداش بما ان ما بداش اذا لي برودوي ما كاينينش الماء تنديرو وافر دائما بالفرنسيه اون اكس بلا ما نكتبو دابا هادو هما اللي بقاو ليا انا خصني ضروري الارقام ديالهم ملي تنغوديرو الارقام تتعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير فيها لي فورميل كاينه بوتيت ام سور كروند ام عارفينها كاينه كونتيتي دو ماتيير هو التركيز في فوليم تتشوف لي دوني اش عاطينك بالنسبه لاش دو او دو طلعوا لي علاش عاطيني عاطيني لو فوليم اي لا كونسونتراسيون غادير سي فوا في صافي كانت غادير سي ان فوا في ان الى عطيتك لا فالور دو سي ان في لي دوني و لا فالور ديال في ان في لي دوني غتمشي تحسب سي نشوفو واش كاينين كاينه في 2 كاينه في ان ولكن سي ان ما كايناش ما عندك ما تحسب دخل سوق راسك خليها هكا كل كانوا لي فالور كالكولاتريس هذه مول بار ليتر وهذه بالليتر وفي الاخر غدير مول اجول اي موا ها هو اي موا شكون التركيز ديالو سي 2 لو فوليم في 2 نفس العمليه غندير سي 2 فوا كوا فوا في 2 لا ميم شوز ما يمكنليش نحسب علاش استاذ ما تبغيش تحسب لان ما عندناش لا فالو ديال ماذا ديال سي 2 في 2 كاينه ولكن سي 2 ما كاينش ما عندك ما تحسب اللي تنخاف منه اللي تنخاف منه هو ان شي مقلوب يجي على يضرب في جوج ويقول لك كاينه هنا هيا خلينا من العدد ديال الصغار هاد ما تيكونش لان انا تنعرف لا كونتيتي دو ماتير هي ديما سي فوا في صافي سالينا سي فوا في صافي سالينا تري بيان صافي واضح استاذ اش بلس ردوا البال هاد اش بلس فين كاين كاين في لاسيت سيفيريك قرا لي دوني ما عاطيك حتى معلومه عليه ما عاطيك لا سي لا في لا ام صغيره والو مني ما طلعتي والو تديرو اون اكس راه في القسم الاساتذه غادي يقولوا لكم ها هذا تا هو مستعمل بوفره اون اكس سولني واحد التلميذ قال لي استاذ كون عطاونا السي وعطاونا الفي ديالو تتصور معايا دابا تتصور معايا الا عطاونا السي والفي ندير لي تو السي في الفي قلت ما تعقلش لان داك لاسي غي تنديرو علاش باش نوزنو به قبيله لا زدتو باش نوزنو به لي زاتو ما تنحتاجو حتى شي حاجه سي استاذ واضح ما غتحسب لا هادي لا هادي كلشي غيبقى هكا اجو دابا ليطا ثانية اش غندير سي ان تناخدو كمية المادة اللي كانت قبل تنديرو موان شحال الكوفيسيون ان تدير اكس وحدة
2 التانية C2 V2 moins شكون الكوفيسيون 2 إذا غندير هنا وليدي 2X حداو راسكم هاد الكوفيسيون 2 كيدخل مع X I2 كاين كوفيسيون 1 غدير X لتحت نفس العملية كوبي كولي شوف غديرو C1 فوا V1 moins X max الأخرى C2 V2 moins جوج X max الأخرى غديرو ماذا X max هذا هو الطابلو ماذا دافونسومون اللي عنده شي بروبليم سير بوكلي الله يخليكم ممكن يهز يديه يدخل ما كاين حتى مشكل إذا أونباس كيسيون ثلاثة دابا غادي ندخلو للمعقول قال لك أسيدي عطاونا لا كورب دو فارياسيون ديال اش ديال اكس اون فونكسيون دو طون لا كورب هي هادي اكس اون فونكسيون دو طون حنا بغيت نسجل واحد الملاحظة راه لي كورب اللي تيكونو في التمارين كلشي تيكون فيهم الدقة غادي نخدمو 15 تمرين ما تخلعوش مرة اكس مرة كونتيتي دو ماتيغ ان مرة تركيز الموري سي مرة تركيز الفعلي مرة لا بريسيون مرة لا فارياسيون دو لا بريسيون مع لا كونديكتيفيتي مع لا كونديكتونس عرفتو الرام ديال السميت ولكن إلا تتفهمو ما تخافوش من الأعداد خص غير كون تتفهم حنا غادي ندير لكم إكس خصكم تفهموا بأن المنحنى إكس ديما تيكون تصاعدي وتيبدا من الزيرو علاش في التيبيكا راه زيرو شحال راه فالور دو إكس زيرو إذا خصو يبدا منها راه كاين في الطابلو دافونسمون دزنا من زيرو غندوزو لإكس وتتعرفوا بأن إكس سي دير كونتيتي دو ماتيغ إلي بوزيتيف إذا إكس غادي ياخد دي نومبر بوزيتيف إذا تي زاد أجي بحال هكا غيبقى غادي طالع 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 توب غيبقى كونستون علاش لأن ما حد التفاعل تيخدم إكس تيبقى طالع وصلتي التفاعل سالة نهاية التفاعل إلى وصلنا لنهاية التفاعل معنى أن إكس تياخد أون فالور ماكسيمال كونستونت إذا ما يبقاش يتزاد معنى هنا التفاعل خدام كاين رياكسيون 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 غير يبان لك المنحنى صافي شد خط هكا غدير باك كتبوا هنا لا فان دو لا رياكسيون صافي من هنا ما بقى تيتزاد ما والو ما هم يحزنون والسبب واضح خويا هاد المنحنى اللي كاتبين تما راسني فيه دو طونجونت دو طونجونت طونجونت الاولانيه في زيرو طونجونت الثانيه كاين في واحد لاطرا رمت كره في التمرين تنوصل ليها السؤال الاولاني لا رياكسيون ايتيدي ايتي رابيد او لونت جوستيفي فوتر ريبونس الى قلت لكم اعطوني من الميديان اعطوني من الميديان اشنو هي لا دات بالضبط بالضبط اللي التفاعل سال فيها نشوف لا كورب كاين 3 6 9 كاين 1 2 3 4 5 6 تنلقى تقريبا تما 18 مينيت تقريبا لا تقريبا 18 مينيت بالنسبه ليا انا هذا التفاعل ماشي باش يسالي استغرق ليا 18 دقيقه شكون اللي ياخذ الكلمه يقول لي واش هذا التفاعل استغرق 18 دقيقه واش هو سي اون رياكسيون لونت ولا رابيد ايدر تفضل عبد الواحد ترانسفورماسيون لونت باش عرفتيها وليدي درنا لي سويفي كون كان تري رابيد كاع ميم كلينا نديرو لي سويفي طون فور هذا الراي كون كان تا وليد داتي رياكسيون رابيد عرفت شنو رابيد براق ما تقشعر غنقول لكم على رابيد سي مسد الميكرو على هاد الواحد فوالا كون كانت رياكسيون رابيد نعطيكم ميدان شي لعب تيشوط الكرة وعند واحد القصفاصة روخية براك ما تقشع ما تعرف منين دازت ما تبع البرد غاتشد البرد ولكن اخويا الا كانت بشوية ودنا لا روندي غاتبعها بشوية مع راسك سيت رياكسيون روندي رابيد صعيب صعيب ولكن ما نكذبش عليكم كاين دي رياكسيون رابيد عندهم لا فاصون باش غادي نتبعوهم هي ديال على ميزور دو بي اش حتى نوصلو للدوزاج لي رياكسيون رابيد تمشيو لهم الدوزاج دابا نوصلو لهم ان شاء الله السؤال الاول تقحيد ما فيه حتى حاجه السؤال ثلاثة جوج
donner la relation générale de la vitesse volumique de la réaction. Je vous fais d'abord quand le travail sur la deuxième. Il y a des cas la relation de la vitesse volumique de la réaction. Finement, votre la vitesse de la réaction chez l'homme. Qu'il y a une formule ou une à la side LM. Je connais rien. Tendir un sur le volume de la solution, la dérivée, à la date de conflit court, la dérivée de mètre, c'est dit X. C'est comme le conflit. Je connais où est VSR, ou le volume de le mélange. Je connais où est le volume de le mélange. Où y a les mélanges de l'énergie, ou mélanger de l'énergie V2, qui donne V1 plus V2. Sauf en double belle. Alors, le Canada a un volume. Alors, tu vois que c'est très bien. Alors, le volume, ou le volume des mélanges. Dès que je suis les remontés, il y a un défi, tant que je suis là. Récon, ou V1 plus V2, ou les valeurs, dire les volumes, la canif, les données. Alors, à 50 ou 50, il y a un mien. Et dit, mettre très large, le magic. La lacaï, aide. Double belle, ouais, le hage. أراني خدام لي غادي ندير لكم واحد الحالة أخرى ياك وندير هنا تي ونجي هنا مثلا ندير لكم لا كونتيتي دو ماتيير مثلا ماشي إكس غا إن ونرسم لك إن كول ملي غنقول لك عطيني ليكسبرسيون دو لا فيتاس رياكسيون راه نفس العلاقة غنعطيوها تكون هنا إن تكون لا بريسيون يكون لو فوليم تكون لا كونديكتونس تكون لا كونديكتيفيتي يكون لي بغا يكون تنديروا لا ميم فورمي راه غنديروا فيهم تمارين غير باش نضعكم في الصوره نضعك في الصوره عرفتي الا درنا مثلا هنايا لا بريسيون ياك سيبوزون درنا لا بريسيون قال لك عطيني لا فيتاس غتكتب هاد واش غدير من هاد غادي تمشي تقلب على شي رولاسيون بين اكس و بي نعطي مثلا مشيتي بحثتي قلبتي لقيتي واحد العلاقه اش فيها فيها مثلا اكس مثلا X est égal à A2P. هذيك الساعة تتحط لا فورميل الأصلية عندك هاد X اش غدير ليه تتحيدو وتدخل فيه 2P يعني ديما داك المقدار اللي غيكون هنايا اش تنديرو ليه تنحطو لا فورميل الأولى تمشيو نبحثو هادشي غنديرو في التمارين تتبحث على شي علاقة بين هاد المقدار وهذاك اللي كاين هنا إن فوا غتجبدو عوضو هنايا هادشي غادي يجي وقتو غادي تذكرو فيه إن شاء الله إذا العلاقة اللي راك عطيها لك قلنا له سيدي هي الله يعاونكم بها السؤال ثلاثة ثلاثة ديتيرميني جرافيكوم ولا فيتاس في أن إي في دو أوكي قال لك أخويا في لادا تي إيكالا زيرو في تي أن إيكالا زيرو خرج لي لا فيتاس في أن دو لا رياكسيون تنحطو لا فورميل ديالنا عند أن سور في دو لا سوليسيون ملتيبلي بار دي إكس سور دي تي تخليها هكا هذه شكون هي قلنا في 1 بلس في 2 50 و 50 هي 100 مليلتر هنا غادي ندخلوا للوحدات في الشين الا ما فرضوا عليكم شي وحده في الامتحان ولا في الفرض دير الوحده اللي بغيتي خليها بالمليلتر تنقول لك الا ما فرضوش عليك ما عجبكش مليلتر باغي دير لتر دير لتر شغلك هذاك استاذ انا عجبني متر مكعب سير ديرها ماشي بحال الفيزيك متر بار سكوند هنا لا ولكن تنقول انهم ما يفرضوش عليك ما فرضوش صافي حط ها انت درتي انا بغيت ندير ميلي شغل هذاك هذه ما فيهاش مشكل هذه اللي تتقضي على بلادي دابا ملي غنقول لك انا اعطيني دي اكس سور دي تي هذا المقدار هذا عقلوا على الهضره اللي غادي نقول سميتو المعامل الموجه للمماس ديما هاد الهضره حفظوها فرنسيه لو كويفيسيون ديريكتور دو لا طونجونت فين ما نقول لك دي اكس على دي تي استاذ كوفيسيون ديريكتور دو لا طونجونت كوفيسيون ديريكتور دو لا طونجونت عطيني عقلك دابا اذا كان هذا هو الكويفيسيون ديريكتور دو لا طونجونت ايوا خص لا طونجونت بعدا تكون مرسومه في الامتحان ترسموها لكم انا رسمتها هذه هي هذه بالاحمر شفتوها هي هذه تتجي مرسومه في الامتحان الوطني ما كاينش انا قديتها دابا انت خصك تخرج لي كوفيسيون ديريكتور
شوف الطريقه الساهله ديما ديك الدلتا هذا شتي منين دير دي قلبها دلتا غتولي دلتا اكس ديال دلتا شكون هي دلتا اكس الفرق ديالي زيكس غدير اكس 2 مو اكس 1 قيس ماذا تي دو مو تي ديما بحال هكا تكتبوا دي اكس سور دي تي ودير قدامها حيد دي قلبها ليا دلتا دلتا الفرق ديالي زيكس دلتا تي الفرق ديالي تي هاد الخدمه هي الاولى اللي خصك ديرها عاد غادي نجيو للحساب الحساب كي غندير غادي تمشيو لا طونجونت لا طونجونت هادي غتختاروا من هادو كوبل ياك لا طونجونت دي زانو زيرو خويا غادي دير هنا زيرو زيرو سير لا طونجونت هنا اختار اي بوان بغيتي اختار هذا اختار هذا اختار هذا دير بروجيكسيون هنا بروجيكسيون شوف الرقم بروجيكسيون شوف الرقم مكتوب هنا جبد الحاسبه احسن مع راسك انا عطيك هنايا مينيمول استاذ واش نخليها بالمينيمول ما كاين حتى مشكل شكون اللي كاين مينوت خليها بالمينوت ما كاين حتى مشكل جبد الحاسبه احسن مع راسك اذا هذا لقيتي لافالو ديال هادي غتشد هاد لافالو عاودها هنا قسم على 100 عطيني لا ريبونس دابا انا ما غاديش ندير التطبيق العددي باش ما نضيع لكمش الوقت ولكن ابري هاد التمرين غادي نصور لكم لا ريبونس ديتايي ديالو غنصورها عليك مصايبه مقاده معوضه بالارقام ديالها خويا غتعطيني جواب طق 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 الوحده شوف الوحده شنو هي اكس بالميليمول ميليمول مسكين مليليتر هز مليليتر الفوق غتولي مليليتر موازا حدا مليليتر موازا شكون هو لو طون بالمليليتر هز مليليتر الفوق غتولي مينوت موازا مينوت موازا واضحه استاذ ما كاين حتى مشكل فهادشي تيجي السؤال الثاني السؤال الثاني قال لي سيدي خرج لي لا فيتاس رياكسيون ولكن في واحد اللحظه تي 2 في اللحظه ماذا تي 2 تساوي 9 مينوت 9 مينوت غادي دير نفس العمل نفس غنقول لهم لا فيتاس في 2 واحد على لو فوليوم دو لا سوليسيون ملتيبلي بار دي اكس سور دي تي ديما تنرجع ديك لا فورمول ديالي تنرجع للسطر تنقول له دي اكس سور دي تي كويفيسيون ديراكتور دو لا طونجونت اش من طونجونت تي دو هي هادي لان تي دو معطيه في 9 مينوت طونجونت اخرى غنردوها ثاني دلتا اكس سور كوا سور دلتا تي ملي غادي نردها سيدي دلتا اكس سور دلتا تي غندير ليها ثاني اكس دو موا اكس ان سور تي دو كوا موا تي ان غنختارو جوج لي كوبل من هاد لاطونجونت هادي اختار جوج النقط ديرو اسقاطات هنا اسقاط اسقاط عاود لي فالو جبد الحاسبه حسن مع راسك واضحه استاذ ملي غتعوض داكشي تحسبو عوضو هنا قسم على 100 بحال قبيله اعطي لا فالو دو في هادي الا كان شي حاجه ما مفهوماش هزو يديكم اوكي تيجي وليدي بقاو اربعة الاسئله مكمل السؤال ثلاثة اربعة قال لي كومباري في ان اي في كومباري ثقوا بيا بان ملي غاتحسبوا شوف ملي غاتحسبوا ملي غاتحسب غاتلقى بان دابا قلنا في لاضات تي ان ايكال زيرو لا فيتاس هي في ان حسبتيها ملي غادوزو لاضات تي ايكال 9 مينوت غاتلقى لا فيتاس في 2 سمحوا لي غادي نحط شي ارقام غير لاجل الاستئناس مثلا لقيتي هنا خمسه هنا غتلقى مثلا جوج ثق بيا بانك غتلقى لا فيتاس في 2 صغر من لا فيتاس في 1 قال لي كومباري انا كومباريت انا كومباريت واش غايقول لي كومباري كذا 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 كومون فاري لا فيتاس افيك لو طون اش غنقول لي غنقول واخا عبد واحد غير اش غادي نقول لي plus le temps augmente هانتوما شوفوا لو طون تيتزاد اش بقى لا فيتاس تنقص هاي غنقول لك plus le temps augmente plus la vitesse diminue بانت ليا في الارقام
واحد قال لي واحد مرة أستاذ واش ممكن لا فيتاس تبقى تزاد؟ دابا أنت بغيتي واحد التفاعل كيميائي يخدم وفي الآخر وفي الآخر يسال، عندك تفاعل خدام في الآخر بغيتي يسال، عرفتي إلا قلتي لا فيتاس تزاد بحال شي طونوبيلة غادية في الطريق ومولاها هذيك سيري أشنو معنيتها؟ عمرها ما غاتوقف. إيوا فكر معايا، ما كاينش شي رياكسيون شيميك اللي عندها لا فيتاس تزاد، والله ما كاينه، تتزاد هي ما عمرها توقف. عاود انت كي درتي ليها راه التفاعل خصو يوقف، ما يمكنش. فهموها مزيان، ديما لا فيتاس ديمين. وخير دليل اجي تفهمها، اجي ياك دابا هنايا الا خدينا تال هنايا ياك وليداتي هنايا ياك هذا هو لا فان دو رياكسيون، هيا وصل لا فان دو لا رياكسيون، اجي نخرجوا لا فيتاس هنا ولكن في لا فان دو رياكسيون. شوف واحد اللعيبه زوينه في الماتش، حنا تنعرفوا بان هي ان سيغلو فولي دو لا سوليسيون في لا ديريفي ديال اكس بارابور او طون. فهمنا استاذ؟ اجي في هذا المجال هذا كي دايره اكس سي دون كونستانت باسكو اكس ما تتزادش في لي ماتيماتيك، شحال تتساوي لا ديريفي ديال اون فونكسيون كونستانت؟ زيرو. Puisque la fonction d'x est une constante, pour les maths, bien sûr, la dérivée est une constante zéro. Maintenant, la vitesse égale à quoi? Égale à zéro. Yani, la réaction chimique, fais-moi, la réaction chimique, mais cette série, parce que la réaction c'est net, mais la réaction est faite. Parce que la réaction est faite. لا فيتاس ديالها شحال؟ زيرو. وإلا كانت لا فيتاس زيرو، إذا هنا ماشي زيرو، إذا جاية وتنقص. ما تنتكلمش على إكس. واحد قال لي أستاذ راه لا فيتاس تتزاد، واش أنت دارك الضو؟ هذا راه ماشي منحنى لا فيتاس، هذاك المنحنى ديال إكس. أما لا فيتاس تنقص. غيقول لك واحد السؤال، خويا كومباريتي، قال لك شكون لو فاكتور اللي مسؤول على هذا الشيء؟ في الكرة شقاريين. سمعوني مزيان، في الكرة شقاريين. إذا كانت لا تمبيراتور أوغمونت، لا فيتاس أوغمونت، هذا الكل هذو لي فاكتور سينيتيك. فهمت واحد واخر. إذا كانت لا تمبيراتور ديميني، لا فيتاس ديميني، هذا الكل. كاين فاكتور آخر، وهي لا كونسونتراسيون ديال لي رياكتيف. لا كونسونتراسيون إيفيكاس ديال لي رياكتيف. لي رياكتيف هما هادو، داكشي اللي خلطتي. إذا كانت لا كونسونتراسيون ديميني، لا فيتاس ديميني، هادشي راه كاين في الكورة. وإذا كانت لا كونسونتراسيون أوغمونت، لا فيتاس أوغمونت. كاين واحد الفاكتور الثالث هو الكاتاليزور خارج المقرر. منين تيقول لك باش غاتفسرها، منين تيقول لك باش غاتفسرها، إما غاتهضر على تمبيراتور، إما غاتهضر على كونسونتراسيون ديال رياكتيف. إلا قريتو التمرين، أنا قلت لكم لا تمبيراتور هي كونستانت. قراها كاينه في الاول 25 دوغري، يعني التجربه ديالي انا فيكسيت لا تمبيراتور، سافو دير لا تمبيراتور ما خدامش. اذا ما كانش سي بلون سي نوار، شكون اللي خدام دابا؟ لا كونسونتراسيون. اش غتقولوا لي؟ غتقولوا بان لا فيتاس اي لا ديمينيي باسكو، شوف هنايا اي ديميني باسكو كوا لا كونسونتراسيون دي رياكتيف ديميني. واش بصح ملي تيكون التفاعل خدام واش لا كونسونتراسيون دي رياكتيف ديميني؟ بيان سور. اشني لا كونسونتراسيون؟ هي لا كونتيتي دو ماتيغ سور لو فوليم. هذا شنو؟ تيتفاعلوا تيتكالوا، اذا لا كونتيتي ديالهم تنقص، واذا كانت لا كونتيتي تنقص اذا لا كونسونتراسيون تنقص. انت اش غادير؟ غادي تشد لي قاسم اللي في هذيك العلاقه غاتحفظها. كانت لا فيتاس ديميني لا كونسونتراسيون ديميني، تيدار تفضل عند واحد تفضل عبد الواحد. هذاك الشيء اللي كنت كتبغي نقولو صافي. الله يرضي عليك، حفظك الله وراك. السؤال الموالي بقات 10 دقائق، بارك الله عليكم. 3-5 اكيل دات لا فيتاس رياكسيون اي ماكسيمال. هذا سؤال زوين، هذا سؤال زوين. قالك اسيدي اعطيني لا دات، اعطيوني لا دات، واحد لا دات، ولكن لا فيتاس رياكسيون غادي تاخذ اكبر قيمه. شكون اللي ياخذ الكلمه يوريها لنا؟ لا فيتاس تاخذ اكبر قيمه.
يلا كنوزي تفضلي كنوزي. C'est 0. Bon, très bien, c'est 0. Voilà. Dernier best film, on dit un show best film. Il y a quelque chose là. Sauf, il y a la réaction. Tête de dernier. Ou merde, n'arrêtez pas. On a dit 10 minutes, c'est 0. Hachi fonction format. Fonction format. Radiata, tu le constates, le constat, c'est 0. Il est quand radiata, tu le constates, c'est 0. إذا منين بدأت رابطت بكل فالو ماكسيمال يعني أن في ماكسيمال باش تعقلوا عليها لا فيتاس تكون ماكسيمال في لو ديبي دو لا رياكسيون عرفتي لا رياكسيون لا فيتاس كون خاص فاش بغي تبدا خاصها ديماري بواحد لا فيتاس كبيرة إلا ما ديماراتش بأون فيتاس كبيرة ما تستمرش ما تقدرش تجبد إذا لا فيتاس ماكسيمال دائما في لو ديبي de la réaction. Ou le début de la réaction, tu vas me dire, t égale à quoi? T égale à 0. Très bien. Sur le moment, quand tu as l'essai, définir t1 demi, mais ce travers, c'est rien du tout. Définir t1 demi. Définir t1 demi, à la date, t égale à quoi? Égale à t1 demi. Dès il maintient du x égale à quoi? X maximal divisé par 2. C'est une définition. Regardez-moi ce que je fais. Régulier, c'est dit. Je veux dire T1 demi, c'est le H, ou delta T de la réaction. Mais il y a un T1 demi. Sans tout lire, je vais vous dire. Tu as un chiot, tu as un qui va dire X, X maximal. C'est X maximal. Tu as un chiot, tu as un chiot. Je vais vous dire, c'est vrai. Tu as un chiot. Tu as un chiot. X max sur 2. سقطوها على la cour. ماشي سقطوها على la tangente. لا على la cour. ملي غتسقطها على la cour عاود سقطها هنا وهذه هي la valeur ديال T1 2 وغادي تقراوها من الميديان شحال. من بعد اش قال لي؟ قال لي جبد لي la durée de la durée ديال la réaction. حذاري. حذاري تقول لي بأن la durée de la réaction هي جوج مرات تي ان دو لان تي ان دو سميتها لا دوغي ديال نص التفاعل ما يمكنش نقول انا نص التفاعل 5 دقائق التفاعل في 10 دقائق ما كاينش التناسب لان المنحنى ماشي دار لا خطيه ملي تبغوا المده ديال التفاعل اش ديروا خذوا من البدايه كغادي غادي 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 حتى توصل للوقت اللي سال التفاعل شوف الرقم اللي هنا مثلا 50 ما تقولوا بان لا دوغي ديال الرياكسيون هي 50 واحد قال لي استاذ حنا في القسم راه درنا بان ديلتا تي تساوي 10 مرات تي ان دي هذاك الشيء بينك وبين الاستاذ في الامتحان الوطني ممنوع شي ممنوع بقاو جوج اسئله ثلاثه سبعه قال لك ساشون كو اي موا اي تا رياكتيف ليميتا قال لك اسيدي اي موا اي موا Et moi, c'est un réactif limitant. Réactif limitant pour l'arbitre, moutafahil maintenant, moutafahil mouhit. Est-ce qu'il y a ça? Sachant que moi, c'est un réactif limitant, calculé C2. Il y a la valeur de la valeur de C2. Est-ce que c'est un réactif limitant? Est-ce que c'est un moutafahil mouhit? Réimout kamel. Ça veut dire quoi? La quantité de matière finale d'yélo, la quantité de matière finale d'yélo, il y a zéro. تتمشي للطابلو دافونسمون ها هي اي موان هبط 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 ليطا فينال ما قلتش يعني ان سي دو في دو موان جوج اكس ماكس ايكال اكوا زيرو جبد سي دو غتعطينا جوج اكس ماكس سور في دو اكس ماكس كاينه في الميديان بسلم في دو عطيتها لك انا من عندي هذه غترجعها بالليتر هذه راه بالمول ضروري لان السيده تكون ماذا مول بار ليتر حول لي ميلي مول اون مول وحسب سؤال بليد انا لقينا السيده السؤال الاخر ديتيرميني لا كومبوزيسيون دي ميراج ولكن عطينا سي ان تساوي جوج سي دو شي واحد جا عندي البارح قال لي استاذ اشنو هو لا كومبوزيسيون ديال لو ميراج اش تنقصدوا بلا كومبوزيسيون دي ميراج مولاه راه كاين هنا عبد الواحد بلا ما تجاوب ماشي انت تعرف تجاوب والاغلبيه عارفين تجاوب
la composition des mélanges, tel qu'il le charisme de l'arabia, à ce moment. غتعطيني كميه الماده ديال هادشي كله اللي كاين هنا الا اللي اون اكسي هذا هو لا كومبوزيسيون يعني غتعطيني كونتي ديال الماتير ديال هذا وديال هذا وديال هذا الذي ان اكسي وهذا علاش غادي عندي كميه الماده ديال H2O2 كميه الماده ديال M1 كميه الماده ديال H2 ولكن على طرفينا غتنقلوهم من طابلو دافونسمون بالنسبة لـ H2O2 هي الأخرانية هاي CA V1 X max كمية المادة ديال M1 قلنا بأن سيتا رياكتيف ليميتو ما غيبقى الزيرو كونتيتي دو ماتيريال ديال E2 في الأخر X max غنجي هنا نحط X max X max عندي غنبدا نحسب غادي نعوض بالأرقام طاق 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 ديال لا كومبوزيسيون آخر سؤال قال يا سيدي هذيك التجربة اللي درنا حنايا التجربة اللي درناها هنا أنا ما بغيتش نزرب لأن المشكلة اللي شدابة تقريبا 20 واحد خرجت لأن مشكل ديال الإنترنت مشكل كبير ماشي 20 25 واحد اللي عندهم مشكل في الإنترنت هادشي درنا على حساب الفروض غرب الله أنا ما عرفتش بالطريقة المشاكل في الإنترنت واش غادي نستمروا بلايفات ما عرفتش إشكال في الإنترنت إشكال ولا ندوزو للفيسبوك ولا فيس شي حاجه ما عرفتش المهم اون فا ديسكوتي ابري لان الغيه بزاف مشكل حقيقي خويا عندكم اكس اون فونكسيون دي طون عطيتكم لا كورب على هي ها هي ولكن لا تمبيراتور جي دوني كومبيان في لا تمبيراتور 25 درناها 25 دوغري سيلسيوس قال لك الان غادي نديروها في لا تمبيراتور شحال 50 الدوبل ديال 25 50 لا تمبيراتور راه تكون 50 معنى ضبط لا تمبيراتور قال لك رسم المنحنى شكون ياخذ الكلمه شرح لي كي غندير رسمه ضبط لا تمبيراتور يا لا تفضلوا ضبنا لا تمبيراتور ما كاين بس الى مشينا نزيدوا في لا تمبيراتور زدنا في لا تمبيراتور اش هنا قويه الى زدت لا تمبيراتور لا فيتاس د رياكسيون غتزاد كاينه وستات الا كانت لا فيتاس غتزاد المده اللي غادي يدير التفاعل باش يكمل غينقص فهموني المده غتنقص شوفوا لي المنحنى الاول شحال تاع الوقت دار هذا هو الوقت اللي دار التفاعل في الاول انت ملي غادي تزيد لي دابا في التمبيراتور المنحنى باش يوصل للقيمه القصويه خصو يوصل قبل هذا المدة صغار لأن السرعة كبيرة ولكن اللي مهم في هذا الشيء إذا قلنا المدة صغار خص المنحنى يجي هكا وخص يوصل القيمة القصوية قبل هذا يبقى غادي هكا في المدة ديال التفاعل ديال هذا هي هذه الأحمر هاي معنى المنحنى غيتكى بحال هكا ولكن اللي مهم أن غتكون عنده نفس مدى إكس ماكس علاش إكس ماكس عندها علاقة بالسي و الزين أنا على كيس جيدي أون شونجي لا تمبيراتور ولكن ما قلتلكمش أون شونجي شي سي و الزين تويست جي با شونجي ني سي إلي في يعني أن إكس ماكس ما غاديش تغير غير التفاعل غيديك على المنحنى هكا باش توصل قبل هذا وهذه هي لا فالور ديال مادا لا كورب ماشي لا فالور إكسبريسيون ديال الشكل ديال لا كورب كون قالوا لي نقصنا لا تمبيراتور نقصتي لا تمبيراتور لا فيتاس غتنقص التفاعل غيولي باطي امتى غتوصل القيمة القصوية غدا في العشية انا غيدير هكا شوف سي شوف غدا في العشية هي هنا ها المدة ديالها شتي كي دايرة ولا مشتيهاش التمرين الاول ساليتو